so I'm lowering it. Zayman? ازيك يا زين؟ الحمد لله. كم سنة زين؟ 24. كويس. ماشي يا زين. عرفنا ممكن الكلام فيه بعد كده. دكتور عصام 652 91541. شكرا. كم سنة زين؟ اشتغل اي حاجه تانية؟ المصريين بيشتغلوا كل حاجه. لا كان الاول كنت بلعب كوره. لعب كوره؟ ضرب كوره. ضرب كوره؟ كنت بتلعب في نادي بنادي النصر ولا ايه؟ كويس والله. قعدت كام سنه بتلعب في نادي النصر؟ 15 سنه. اه فاهم كده، يعني كنت بتعمل تمرينات رياضيه وكده والكلام ده كله، يعني كلاعب كوره يعني كل حاجه. تمرينات عنيفه كده وبتعمل فتره تدريب. والله كويس يا حسين. مش عايز اي حاجه تانيه دلوقتي بعد ما بطلت كوره خلاص، بطل بالك قد ايه؟ من 10 12 سنه. 10 12 سنه مبطل، يا دوب مدرسه ومدرسه بيت وخلاص يعني. اه متجوز بقى زين؟ اه الحمد لله. عندك عيال؟ انا جيت دلوقتي. جيت؟ بس ما شاء الله مش باين عليك. لا لسه ما شاء الله الله يخليك. ماشي يا زين. خير انت جاي من عند الدكتور محمد هو دكتور العظام بعتك ليه؟ طبعا ده كان الوقت مش حاجه ما تنساش طبعا. والله اه المهم روحت البيت قبل، انا لما كنت في السوق بشتري حاجه بقعد اشتغل ما فيش. اه فالناس اللي دول ركبت دكتور فروحوني ما تنساش حتى شقيت قاعده مع حاجه. اه المهم بالليل بقى اجى معانا خدنا ودانا الدكتور ده. اه دكتور محمد. اه كتب لي شويه مسكنات وبتاع ومش عارف ايه، الحمد لله شويه الالم خف شويه بس لسه تعبان برضه. يعني الالم خف عليك؟ اه ضمرت له بقى في العياده فانا معاك من حضرتك. اه طب التاريخ اللي بقى يعني من كام يوم حصل لك كده؟ اول يعني دي اول مره تجي لك يعني؟ اول مره. اول مره حصل لك كده؟ من 10 يوم. ما حصلكش كده قبل كده خالص؟ ولا انت لعيب كوره ولا بتلعب؟ لا يعني دي شكوى جديده.